طبتم وطابت أوقاتكم، لا تجعلوا القلق والحزن عنوان يومكم واستمتعوا معنا بصباح العربية. صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدينا في صباح العربية. لدينا مواضيع مختلفة في حلقة اليوم كالعادة. نبدأ بالعناوين. وزارة الشؤون البلدية السعودية تصحح أوضاع الفود تراك أو عربات الأطعمة وتطرح أكثر من 600 موقع مميز أمام الراغبين. وفي الكويت شاحنات الطعام أو فوترك الاتجاه الجديد للشباب الكويتي الباحث عن إقامة مشاريع تجارية بكلفة قليلة وعائد كبير. مطعم النساء في الجبيل السعودية على خطى أشهر طباخة للمأكولات الشعبية ثنوى فرج، والتي أمضت 55 عاما في إعداد ولائم المنطقة. إنستغرام تعزز وسائل الحماية للمراهقين والشباب على منصتها بتحديثات تضم أدوات أمان وإعدادات خصوصية لطمأنة الأهل. ونتابع أيضا ضمن مواضيع صباح العربية. السعال المستمر أو المزمن دليل على وجود مشكلة صحية، فكيف نبحث عن السبب؟ الإجابة ستكون في فقرتنا الطبية. تمارين يوغا بسيطة تساعد على الاسترخاء والحصول على نوم هادئ، نتعرف عليها في حلقتنا اليوم. رسام فنزويلي في باريس ينقل إبداعه من اللوحات إلى قوالب الحلوى، ويختار شخصيات ديزني لجعلها أكثر جاذبية. راسلونا مشاهدينا على هاشتاغ البرنامج صباح العربية، وسؤالنا التفاعل لحلقة اليوم: متى تنسحب من محادثة؟ شاركونا إجاباتكم والصور على حسابات صباح العربية على تويتر وإنستغرام وفيسبوك. أحيانا من أول ما أعرف العنوان، وأحيانا لا، في شيء اسمه لعانة. اللعانة اللي هي أنه تكونين لعينة مع الشخص اللي ما فتستمتعين بالحديث واللي قاعد يخلص. متى تنسحب منه؟ انسحب متى ما اجى بمزاجي، رغم ان انت قد ترين لا فائده. بعض الاحيان تنسحبين لانها مضيعه للوقت، وبعض الاحيان تستمتعين بما يقال. حلو، خلينا نشوف ماذا عنك. انا بالنسبه لي يعني انسحب من المحادثه اذا صار في تكرار. يعني نفس القصه تتكرر وتتكرر وتتكرر، واتوقع كمان الشخص اللي قاطع كثير انا انزعج منه. مثلي انا قاعد اقاطعك مثلا. متى راح تنسحبي من البرنامج؟ اوكي خلاص. حلوه شي فكره العربات الاغذيه. كبسه تراك، مكبوسه تراك، شي سووها ترى مو جديد. صدق؟ ايه. تفكر تسويها؟ حطمت الامال. لا افكر بشيء. ايه روح يلا. أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن تنظيم جديد سيصحح كثيرا من وضع عربات الفود تراك أو عربات الأطعمة، أطعمة الأكل المتنقلة، بما يسهم في رفع الحركة الاقتصادية بمشاركة الشباب وتحسين المشهد الحضري في السعودية. التفاصيل مع حسين بن مسعد. والله زمان يا حسين. إحنا اليوم نبي نحاول بقدر الإمكان أن الرخصة تكون إلكترونية، بحيث أنه من خلال فرص
أنك تستطيع تحصل سواء ترخيص العربة أو ترخيص المكان، يكون كله إلكترونيك. بعد 3 أشهر من كلمته، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل عن طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب نشاط البيع في العربات المتنقلة الفود تراك كمرحلة أولى تم تحديدها من قبل 285 أمانة وبلدية في مدن المملكة. نصف تلك المواقع الاستثمارية تم استئجارها بالتزامن مع إعلان الوزير. طبعاً خلال زيارات جولات مع الوزير وأيضاً اجتماعه مع القطاع الخاص، تبلور تحدي هو عدم توفر مواقع مناسبة لملاك العربات المتنقلة ولرواد الأعمال لممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة. وطبعاً اليوم الوقوف العشوائي هو أحد عناصر التشوه البصري وأيضاً له أثر سلبي على سكان هذه الأحياء. فتبلورت الفكرة كيف نعالج هذا التحدي بمبادرة. المبادرة هي توفير مواقع مناسبة من خلال العقارات البلدية المتوفرة في كل أمانة وبلدية وتأجيرها على ملاك العربات المتنقلة ورواد أعمال لممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة. ومن خلال صفحة فرص بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو عبر التطبيق، بإمكان المستفيدين تحديد النشاط الخاص بالعربة المتنقلة وموقع الفرصة باختيار الأمانة والبلدية التابعة لها، ثم تحديد خيارات الفرص المتاحة وعدد أيام التأجير المؤقتة قبل أن يتم تحديد السعر الرمزي المقرر للموقع ما بين ريال و5 ريالات لليوم الواحد، شريطة استيفاء الأوراق الصحية والنظامية للعاملين والعربة. ولله الحمد خلال فترة قصيرة تم تأجير ما يزيد عن 400 موقع لملاك العربات المتنقلة ورواد أعمال. هذه المبادرة التي أتاحتها بوابة الاستثمار البلدي فرص من شأنها تغيير المشهد الحضري للفود تراك بأسلوب عصري يساهم في رفع مستوى جودة الحياة في السعودية. من الرياض حسين بن مسعد، العربية. نذهب الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعل الحلقة اليوم، متى تنسحب من محادثة؟ نشوف ردودكم على تويتر. نشوف مع أول واحدة: أنسحب من محادثة الكذاب لأن ليس له حل. حينما أحس أنه أو أن يلي يتحدث إليه يختصر في الحديث معي. عندما يكون الطرف الآخر غير مهتم بما أقول أو يحاول أن يستهزئ. حلو. صبحكم الله بالخير وصبحك الله بالنور. أنسحب من المناقشة إذا على الصوت وضاع المنطق. عندما يكون كلامه كثير أنسحب. إذا حسيت بالبرود من الطرف الآخر. عندما يصل لمرحلة المبالغة أو الكذب. عندما يكون المتلقي غير منتبه ومركز على موضوع المحادثة معه. عندها أتركه وأذهب. مع السلامة. صباحك جميل. إذا خرج الحديث عن الاحترام والتقدير، وقتها سكر باب المحادثة وانسحب بهدوء تام عن ذلك الذي لا يعرف قيمتك. جرب غيري وتعرف قديري. عندما أجد أن من أتحدث معه من أصحاب أنا صح والجميع على خطأ. كثيرين هذول. أنت صح. طيب، عندما يكون فيها تجاوز على أخ أو صديق أنسحب بكل احترام. حلو. عندما أرى الاستمرار بها عقيم. إذا كان كلامه كثير وغير منطقي. صباح الخير على الجميع. عندما يشتد النقاش ويخرج الحديث عن أدب الحوار. شكرا لك يا أبو خالد. أنسحب حينما تصبح المحادثة مملة ولا توجد جدوى أو فائدة من الاستمرار بها. تغريدة من هذه. إذا كانت أم زوجتي الطرف الآخر. هذه ما فيها انسحاب. هذه ما فيها انسحاب. هذه ما إذا تقدر تنسحب ما راح يصير لك يعني عوار رأس. ترى على فكرة كاتب بس ما أدري كيف. أنا يعني قلبي وياك. خلص. طيب، أتوقع هذه آخر تغريدة. نختم معها. طيب،
نروح لفاصل ثم نعود لكم. قبل أن نروح إلى خبرنا، دائما ما يكون هناك مشاريع صغيرة بالنسبة للشباب، يعني قبل شوي تكلمنا عن عربات الأطعمة أو الفود تراك في السعودية، اليوم عمل تنظيمي 600 مكان جديد تطرح، وبالتالي لهم اختيار. الشباب في الآونة الأخيرة تخلى عن حلم ما كان يقال مثلا بالمثل المصري إن فاتك الميري تمرغ في التراب، والوظيفة الحكومية صحيح وجالس على مكتب. اليوم أصبح هو من ينزل إلى الشارع، هو من يخلق فرصة العمل، وبالتالي يكسب ما كان بعيد المنال. وحتى يعني كلفتها أقل، اللي هي الفود تراكس كلفتها أقل وتسهل الواحد يتنقل فيها، ويعني جديدة. هي 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 الفكرة. شوفي، المشاريع الصغيرة لها جزء كبير وهامش كبير من الاقتصاد، ليس الاقتصاد فقط انه يعني مشاريع ضخمة والدولة الرعية هي اللي دائما ما تصرف على الشعب، لكن ايضا اتجاه وعقلية الشباب انه هو حاب يكسب، هو حاب يعمل، هو يكون موجود بنفسه كمان. بالضبط. اليوم احنا في الكويت أيضا كان في عقبات بالنسبة للعربات الأطعمة، ترخيص الأماكن. صح. وين من الممكن نتجه الأماكن اللي تكون موجودة فيها؟ في فيلم حلو اسمه ذا شيف، شايفته؟ لا. هذا يتنقل يطلع من كاليفورنيا، نفس الفكرة حقت الفوتراك، فود تراك من كاليفورنيا إلى أن يصل إلى أعتقد فيلادلفيا أو شيء من رائع، وكله يطبخ. وعجبني السندويش الكوبي. يلا يلا يمكن تفتح انت كمان فود تراك، خلينا نشوف. طبعا في الكويت اصبحت مطاعم السيارات المتنقله او ما يطلق عليها فود تراك الصيحه التي تحولت الى مشاريع تجاريه للشباب الكويتي، فالتكلفه الاقل كانت سببا رئيسيا في التوجه لها والابتعاد عن فتح المطاعم المعتاده والتي تكلف اموالا كبيره، كما ان الفود تراكس بشكلها المختلف والوانها المتعدده تجذب زبائن اكثر. نتابع. مع دخول فصل الربيع واعتدال الأجواء في الكويت، استغل الشباب الكويتي هذه الفترة وبدأ مشاريعه الصغيرة بافتتاح مطاعم خاصة لكن بشكل فود تراك، تجمعت على الواجهة البحرية لتشكل منافسة بينهم للتميز والإبداع فيما يقدمونه. المنافسة وايد حلوة، أنا أحب المنافسة، أحب أنافس اللي يمي اللي حواليني، لأن أكون أنا متميزة، يعني كل ما أشوف أحد وقف يمي له أنا أبتكر بشيء جديد فأنافس، عرفتي؟ يعني لما يشوفون انا العصير اللي اسويه دائما يسالون هذا من وين، يسالون اللي حواليني فيعرفون انه مني، احب افتكر انا واحب المنافسه، المنافسه الشريفه وايد حلوه. الوظيفه الاساسيه رفعت معارضه الاهل عن الشباب الكويتي لامتهان وظيفه الشيف داخل السيارات المتنقله بسبب العائد الذي يفوق راتب وظيفته الاساسيه. صار تقريبا 4 شهور من مطعم، منه شويه مكلف، يعني السيارة شوي يعني نقدر نتحكم فيها وبيع أسهل، بس مطعم يبيع له ستاف والأمور هذه فخفيف شوي، يعني صار لي شهر مواخذ ما أدري عن راتبي كله على هذه أصرف الحمد لله. قرارات منع الجلوس بالمطاعم جراء كورونا كانت سبباً في الذهاب إلى الواجهة البحرية للتنزه، وسبباً أفضل لأصحاب سيارات الأكل المتنقلة لجذب الناس لهم. من الكويت، شهد المتروك، العربية. تشغيل الموسيقى والبقاء في المنزل، هذا ما فعله الملايين من عشاق الموسيقى في عام 2020، مع زيادة في تدفق الاشتراكات التي أدت إلى نمو إيرادات الموسيقى المسجلة عالميا بنسبة 7.4%. فقد أعلنت هيئة التجارة الصناعية في تقريرها العالمي للموسيقى عن إيرادات إجمالية بلغت 21.6 مليار دولار، وكان أفضل 5 فنانين مبيعاً لهذا العام هم نجم البوب الكوري والمغنية بي تي إس، هذه الفرقة، وكذلك المغنية تايلور سويفت، ومغني الراب ديريك، والمغنية ذا ويكند بيلي ايليش. بيلي ايليش صح؟ تسمعينها انت؟ لا اعرفها بس ما اسمع. ليش ما تسمعين؟ انت تسمعنا؟
تفضل. طيب نذهب الآن إلى أحوال الطقس مع لميس. صباح الخير. اسمعها لميس. يسعد صباحكم. ولا عمري سمعتها صراحة. بلي آيليش. على من اللي فوزها؟ ما حد يسمعها. مش إحنا الثلاثة على ما شكلكم. مو جيلنا يمكن. شكلكم تسمعون أرمسترونج. شو اسمه أرمسترونج؟ هذا القديم أبيض وأسود. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الأربعاء نبدأها من السعودية، حيث تتأثر العديد من المناطق في البلاد منها مدينة جدة والمناطق المحيطة لها بموجة من الغبار الكثيف نتيجة اندفاع رياح نشطة مع هبات قوية تعمل على تشكل موجات غبار تترافق بتدني في مدى الرؤية الأفقية واضطراب البحر بشكل لافت. وفي العاصمة الرياض لهذا اليوم الأجواء غالبا مغبرة مع درجة الحرارة ترتفع إلى أواسط المستويات الثلاثينية نهارا، فيما تنخفض ليلا إلى دون هذه المستوى، نسب الرطوبة دون 10% وحركة الرياح نشطة. وإلى جدة حيث الأجواء مغبرة أيضا ودرجة الحرارة دون المستويات العشرينية، نسب الرطوبة تزيد عن 20% وحركة رياح نشطة تثير الأتربة والغبار ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وتعمل على هجان البحر ما قد يؤثر سلبا على حركة الملاحة البحرية. وفي مدينة نيوم الطقس صافي، درجة الحرارة تنخفض لتعود إلى المستويات العشرينية نهارا ودون هذه المستويات ليلا، وتكون حركة رياح خفيفة ونسب الرطوبة تقترب من 30%. وإلى الإمارات حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس حار نهارا مع رياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي دبي الأجواء صافية، درجات الحرارة في المستويات الثلاثينية لكنها تنخفض إلى أوائل المستويات العشرينية ليلا، ونسب الرطوبة تقترب من 50% وحركة الرياح تكون متوسطة. وفي الكويت الأجواء حارة حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح في أواخر الثلاثينات مئوية لكنها تنخفض ليلا إلى دون المستويات العشرينية، كما يطرأ نشاط على حركة الرياح ونسب الرطوبة تزيد عن 40%. هذا كان كل ما لدي، شكرا لحسن المتابعة. أنا أسمع صوت المخرج. حياكم الله، تفضلي. طيب السعال العرضي أمر طبيعي كردة فعل تلقائية تساعد على التخلص من المهيجات وتزيل السموم المستنشقة بشكل سريع، لكن في حال استمر السعال لعدة أسابيع فهو عادة دليل على وجود مشكلة صحية. فما أسباب السعال المزمن وكيف يمكن الحد منه؟ للمزيد ينضم إلينا من الرياضة الدكتور فهد العبيدة، استشاري أمراض صدرية. دكتور فهد صبحك الله بالخير. صباح الخير دكتور. صباحك الله بالنور. كيف احنا إذا سألناك أنه ما الأعراض، أعتقد كل كتب الطب اللي درستها لازم تطلعها، لأنه يعني السؤال قد يكون عام إذا قلنا لك لماذا الشخص يسعل، ولكن متى يكون السعال مرضي وليس عرضي؟ طبعا بداية السعال تقريبا نقدر نقسمه إلى ثلاث مراحل. قد يكون في البداية هو من النوع الحاد اللي يكون في أقل من ثلاث أسابيع، وهذا يكون عادة سببه اللي هو الالتهابات الزكام والرشح. طبعا في اللي هو تحت الحاد اللي يكون تقريبا من 3 إلى 8 أسابيع ونفس الأسباب تقريبا. طبعا نجي الآن اللي هو أهم شيء عندنا اللي هو السعال المزمن، وطبيا هو يعرف أن السعال اللي يكون مستمر لمدة أكثر من 8 أسابيع. طبعا في البداية هو من أكثر الأشياء شيوعا ومن أكثر الأعراض اللي يراجعون فيها المرضى في العيادات. أسباب السعال طبعا كثيرة، ولكن الشائع منها تقريبا 5 أو 6 نذكرها على السريع. في البداية طبعا اللي هو مشاكل الأنف. طبعا مشاكل الأنف خصوصا لما تكون بسبب حساسية أو لأسباب أخرى مثل اللحميات الزائدة أو لحدوث التهاب الرشح، التهابات طبعا الجيوب الأنفية. دائما نلاحظ أن مشاكل المجرى العلوي للقناة التنفسية تكون هي أكثر مسببات. طبعا من الأسباب اللي بعدها اللي هي الربو أو حساسية الصدر، ارتجاع الحمضي، الأخوان اللي يكون عندهم حموضة زائدة، فأحيانا الأسيد هذا يرتفع في المريء ويوصل إلى الحلق، وأحيانا يحصل ترشح بسيط على الحنجرة والقصب الهوائية،
فالشخص طبيعيا ردة فعله تكون أنه يكح بحيث أنه يطرد الأحماض هذه. طبعا من الأسباب الأخرى قد تكون لبعض الأدوية، زملاء الأخوان اللي يستخدمون أدوية مخفضات للضغط، واحد منها مشهور استخدامه ممكن يسبب كحة مزمنة. طبعا طب دكتور، هل في ممارسات يومية ممكن مثلا الشخص يسويها ممكن تسبب هذا السعال، كمثلا التعرض لتيار هواء بارد، استخدام العطور والبخور، موقفه فين؟ طبعا الشخص كل إنسان يختلف عن الآخر، في ناس تتحسس من أدنى رائحة للعطور أو للبخور، بينما في ناس ما في مشكلة، يعني حتى لو يستنشق البخور مثلا ما يكح. فطبيعة الإنسان تختلف من شخص إلى آخر. مع الوقت الإنسان يبدأ يلاحظ إيش الأشياء اللي هي تثير مجرى التنفس عنده، سواء كان غبار أو رائحة محددة أو بعض اللي هي المنظفات، خصوصا اللي تكون البليتش تكون أحيانا رائحتها نفاثة. أي نعم، فكل شخص يختلف عن الآخر، الواحد لازم يعرف وش اللي يأثر عليه ويحاول يبتعد عنه، وهذا أفضل طريقة للحد منه، خصوصا مثلا موضوع الغبار، بما أننا نحن نعيش في بلد في الصحراء تقريبا، فنلاحظ أنه مشاكل الغبار كثيرة، فدائما الواحد يحاول لما يكون مثلا في غبار أو شيء يحكم إغلاق الأبواب، إغلاق النوافذ، يتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، إذا كان عانى من الكحة أو عنده حساسية من الصدر واستمرت الأعراض ممكن يراجع مركز صحي. طبعا إذا كان خارج ننصح طبعا بارتداء الكمامة بحيث أنها تخفف من التعرض للغبار. دكتور، إذا كان هذا السعال بتوقيت معين، يعني مثلا لنفترض أن هذا الشخص استمر معه السعال ولكن هو يستمر لفترة بسيطة في اليوم، مثلا لما يقعد الصبح يسعل لفترة دقيقة أو أقل وبالتالي خلاص ينتهي، ولكن هذا الأمر متكرر، هل معناته أنه في خلل؟ ليس بالضرورة أن يكون هناك خلل، لكن نلاحظ مثلا اللي يكون عندهم ارتجاع بالإفرازات الأنف، يعني بحيث أن الإفرازات بدل ما تظهر من الأمام تظهر إلى الخلف، فيحصل نوع من التقطير الأنفي وهذا يترسب في الحنجرة، فالشخص طبيعيا أنه يكح. لما يكون مستلقي شخص على ظهره هذه الإفرازات عادة تزيد، فنلاحظها أكثر مثلا في الليل لما يروح الشخص يبغى ينام يقول أبدأ أكح أكح أكثر من المعتاد، فهذا قد يكون يعني تلميح إلى هذه المشكلة الصحية. طبعا نفس الشيء نرجع مشكلة أساسية اللي هي برضو اللي هي الارتجاع الحمضي، لما يكون الشخص مستلقي على ظهره ممكن الأحماض هذه ترتفع أكثر إلى الأعلى، فممكن برضو تأثر على الكحة. كثير برضو نلاحظ اللي عندهم مثلا مشاكل في الشعب الهوائية، يكون في خلال الليل تترسب الإفرازات المخاطية داخل الصدر، فالشخص أول ما يصحى من النوم يبدأ يكح بحيث أنه يحاول طرد هذه الإفرازات. طبعا هي تختلف، هل هي إلى كم مدتها، يعني شخص مثلا كم أسبوع، تختلف عن شخص يعاني منها مثلا 6 أو 8 أشهر. فدائما ننصح إذا الشيء مستمر الأفضل أنه يراجع أقرب طبيب أسرة ومجتمع أو طبيب العائلة أو برضو أخصائيين ربعنا المدخنين دكتور كبداية. وربعنا المدخنين طبعا التدخين طبعا هذه مشكلة كبيرة طبعا في خصوصا في الفئة العمرية في الشباب اللي هو التدخين والآن الشيشة أو حتى اللي هو الإلكترونية فيبينج الآن الإلكترونية بالضبط. فطبعا هذه كلها الأبخرة نفس المشكلة، تسبب تهيج للشعب الهوائية وتسبب الإفرازات. طبعا 50% من المدخنين يجي عندهم اللي هو مشكلة التهاب الشعب الهوائية النوع المزمن، وهذه مشكلة أساسية ولها عبء كبير جدا على وزارة الصحة طبعا، لأن المرضى يعانون تقريبا طول فترة حياتهم من المشكلة هذه، وتكون عادة أعراضها اللي هي الكحة المستمرة، البلغم دائما يطلع. هل في أعراض كبيرة ممكن تترافق مع السعال تستوجب التدخل الطبي فورا؟ طبعا أسوأ شيء إذا الشخص كان طبعا كان في دم مع السعال، وغالبا المسبب الأول له هو التهاب في القصبة الهوائية أو في الرئة. طبعا في مسببات أخرى كثيرة لخروج الدم، لكن طبعا الشخص لما يلاحظ أنه في دم مع المخاط هذا طبعا يستوجب أن الشخص يروح مباشرة للطوارئ لإجراء الفحوصات. وأي كحة تستمر تقريبا أكثر من 8 أسابيع
أو كان مثلا مصاحبها من البداية آلام في الصدر أو ضيق في التنفس، ننصح أنه يراجع أقرب طبيب أو أقرب مكرس طوارئ. دكتور، خلنا نروح إلى أسئلة المشاهدين. هذه الأسئلة بصورة عامة الإجابة عليها إذا تكرمت باختصار. مريض الأزمة وفيروس كورونا، كيف الوقاية وكيفية الوقاية والعلاج؟ إذا كان السؤال واضح. الوقاية واضح. الوقاية طبعا هي تكون الشخص يلتزم بالتباعد الاجتماعي، أنه يلبس القناع، الحفاظ على نظافة اليدين، الابتعاد عن الاختلاط. هذه الأشياء الأساسية للكورونا. طبعا مريض الشخص مصاب بالربو مثل أي شخص آخر، الإجراءات الوقائية عليهم كلهم. طبعا مثل ما تقدمت وزارة الصحة والحكومة مشكورة بتوفير اللقاحات، فننصح دائما المراجعين عندنا في العيادات أن يحرصون في الحصول على اللقاح في أقرب فرصة ممكنة. بلاش. نذهب إلى السؤال الثاني. دكتور، لماذا يصاحب بعض المرضى سعال دائم عند إجراء عملية القلب المفتوح؟ ممكن نعمم السؤال هذا بطريقة أكبر، أنه لما تكون العمليات الكبيرة اللي يحصل فيها تخدير كامل، فهم يدخلون اللي هو أنبوب التنفس الصناعي، فلما يكون الأنبوب داخل القصبة الهوائية هذا يثيرها، بما أنه لأن المواد هذه غير طبيعية ليست جزء من جسم الإنسان، فممكن الشخص يتأثر أو يحصل مثلا تجريحات في المنطقة، جروح بسيطة فيها، أو أنه خلاص المنطقة يصير فيها زي نوع من الالتهاب والتهيج. طبعا كل ما طالت العملية، كل ما كانت العملية قريبة للقفص الصدري أو في الصدر، كل ما كانت الأعراض الجانبية هذه أكثر وقد تستمر إلى فترة أطول. طيب سؤال أيضا، ما أسباب الصفير دكتور؟ طبعا بس نقطة أخيرة تعقيبا للسؤال الأخ حق القلب المفتوح. طبعا في مضاعفات عادة تكون من العمليات، أحيانا يكون في تجمع للمياه، أو بعد العملية يحصل الشخص يكون معرض لالتهابات. فإذا كانت الكحة مستمرة أو صاحبها أعراض أخرى، الأفضل برضو يراجع الطبيب اللي سواله العملية. بعض الناس دكتور، هذا السؤال يقول أسباب الصفير، أنه بعض الناس كأنه لما يتنفس أو حتى يتكلم في كأنه صفير بصدره أو صوته. طبعا الصفير يحدث لما يكون في تضيق في مجرى التنفس، سواء التضيق هذا كان بسبب شيء داخل القصبة الهوائية، بمعنى إفرازات مخاطية، أو أنه نفس القصبات الهوائية تضيقت لسبب الحساسية، مثل اللي يحصل عند الأخوان اللي يكون عندهم حساسية الصدر أو الربو. طبعا في مسببات أخرى للصفير، مثل توسع الشعب الهوائية، أحيانا لما يكون في تجمع للمياه بسبب مشاكل للقلب، تكون برضو في مشاكل في الصفير. في الأطفال طبعا موضوع الصفير جدا مهم، والوالدين لازم ينتبهوا له، لأن قد يكون هذا بداية ربو. وموضوع ربو طبعا علاجه سهل، لكن قد يكون خطير على حياة الشخص. والشيء المهم أن الأطفال الصغار ممكن إذا استنشق شيء أو أخذ لعبة أو شيء صغير دخل في مجرى التنفس، أن يسبب انسداد فيحصل الصفير هذا. قبل 5 عقود كانت المناسبات مثل الزواج في محافظة الجبيل شرق السعودية لا تقام قبل اعتمادها من الطباخة ثن وفرج، التي اشتهرت بإعداد الأكلات الشعبية وطبخ جميع مناسبات أهل الجبيل. نتابع. هذا المطعم النسائي الواقع في محافظة الجبيل شرق السعودية هو امتداد لأشهر وأقدم طباخة عرفتها مدينة الجبيل، ثنوى فرج، التي أمضت أكثر من 55 عاماً في إعداد الأكلات الشعبية وتجهيز الولائم لمختلف المناسبات. مطعم أهل الجبيل هو امتداد لعمتي ثنوى الله يرحمها، كانت الطباخة الوحيدة لأهل الجبيل، كانت هي طباختهم الوحيدة، مناسباتهم، أفراحهم، كانت تطبخ لهم كل شيء، الأكلات الشعبية. قبل السنوات من وفاتها، ساهمت ثنوى في تعليم وتدريب 5 فتيات من قريباتها ليكملن مشوارها في هذا المطعم المتخصص بالأكلات الشعبية.
كانت حريصة الله يرحمها أنها تعلمنا أصول الطبخ، علمتنا كيف نسوي الأكلات الشعبية، علمتنا بهاراتها الخاصة. واليوم الحمد لله وجود هذا المطعم بعد الله بفضل تعليمها لنا. يحتفظ هذا المطعم منذ افتتاحه قبل 4 سنوات بزبائنه الدائمين الذين تستهويهم الأكلات التي تشتهر بها الجبيل: الهريس، الجريش، البليليط، العصيد، الساقو، طبعاً العيش بأنواعه، عيش الدجاج، عيش اللحم، عيش السمك، وهذه طبعاً مشهورين فيها أهل الجبيل. عندهم المشخول، عندهم الكبسة، وعندهم الجريش، والوالدة ما شاء الله تحدنا عليهم، يعني ما شاء الله ناس نمسكته، الله يوفقهم إن شاء الله. طموح هؤلاء الفتيات لا يتوقف على إعداد وتقديم الأكلات في هذا المطعم فحسب، بل يخططن للعمل على تدريب وتأهيل طباخات سعوديات يتقن إعداد مختلف الأكلات الشعبية. من محافظة الجبيل، علي اللقبي، العربية. إلى إنستغرام، شو قدرت تستخدمينه باليوم؟ أستخدمه. أنت؟ أنا والله مدمن؟ لا مدمن. طيب خلينا نتكلم هالمرة مو عنا نحن ولا عن إدماننا، عن الأولاد. صحيح. إنستغرام هذا التطبيق الأكثر شعبية واستخداما من قبل فئة الشباب والمراهقين، يعني أنا شباب، نظرا لميزاته المتجددة والمتعددة للتواصل والترفيه، ما شكل بدوره مسؤولية أكبر لحماية هؤلاء المستخدمين. عملت المنصة على تعزيز وتحديث أدوات الأمان والخصوصية لمساعدة الأهالي على فهم التعامل مع المنصة والتحكم بحسابات أبنائهم. شفتي شلون؟ وللمزيد تنضم إلينا من دبي ندى عنان، رئيسة الشؤون الإعلامية في إنستغرام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير ندى. إذن في إعدادات سلامة جديدة وأمان، إيش مميزات هذه الإعدادات والخصائص؟ بداية أنا حابة أشكركم جدا جدا على استضافتي النهاردة وعلى اهتمامكم بإنستغرام واهتمامكم بالمميزات والخصائص الجديدة اللي أطلقناها. طبعا إحنا لما بنتكلم على إنستغرام هو تطبيق من أكتر التطبيقات الشهرة ما بين فئة الشباب، يعني يمكن زيكم بس أصغر كمان منكم شوية، بس فعلا لا أنا مش عجوز، يعني مش عواجيز، إحنا لسه شباب. طبعا أكيد، بس إحنا يمكن هنا بنتكلم أكتر على فئة المراهقين اللي هي من سنة 13 ل18 سنة وهم بيستخدموا إنستغرام بشكل كبير جدا. عشان نخلي إن في تجربة آمنة وسليمة على المنصة، أطلقنا الأسبوع ده 4 ميزات جديدة على إنستغرام. أول حاجة هي ميزة التحقق من العمر. طبعا احنا عارفين لما بنيجي نطلب من اي حد لما بينشئ اي حساب جديد بنطلب منه يقول لنا عمره، في نسبة صغيرة ممكن ما تكونش قالت عمرها الحقيقي في الاول، ده لسبب ان هم عايزين ينضموا للمنصة. فاحنا عملنا زي فورم تمبلت بسيط جدا، طريقة ريبورتينج او طريقة ابلاغ سهلة. انا النهاردة بتشتغل ازاي؟ انا النهاردة لما بعمل سكرولينج عندي على انستغرام وشفت مثلا بروفايل حد، شايفة ان ده الحساب ده ممكن يكون ينتمي لشخص صغير وحساب عام، سهل ان انا اقدر ابلغ عن الحساب ده. واحنا من ناحيتنا بندي اولوية على طول للبلاغات اللي بتيجي بالشكل ده. طيب النهاردة في ميزة تانية يمكن اكبر واحدة في التحديث ده، وهي ميزة ان احنا مفيش اشخاص بالغين يقدروا يتواصلوا مع مراهقين او شباب من غير ما يكونوا بيعملوا لهم فولو. فطبعا ده مثلا لو انا عندي واحد قريبي اكبر مني بعمل له فولو، ده سهل اتواصل معاه. لكن من ناحيه الدايركت مسجنج، لو انا شخص ما فيش اي ليا صله بيه، ما اقدرش دلوقتي. احنا عملنا زي منع للتواصل، ده مش هتطلع لهم كميزه متاحه لما انا شخص بالغ اقدر اتواصل مع بحب اتواصل مع حد اصغر مني. طب هنعمل ايه بالنسبه للناس اللي اوريدي في محادثات ما بينهم وما بين ناس اكبر منهم، ممكن ما يكونوش معرفين بيفولو ايتش اذر؟ ساعتها اللي بيحصل ان احنا هنبتدي نطلع اشعارات امان او سيفتي نوتس بالذات للشاب او المراهق، وهنقول له ان خد بالك انت النهارده تقدر ان انت تمنع المحادثه دي، بالذات لما بنلاقي ان في اي شكل مريب للمثل محادثه، ان هو الشخص البالغ بيبعت عدد كبير من المسجز ورا بعض من غير رد من الشخص الاصغر منه.
ويمكن يعني آخر واحدة هي إن إحنا لما أي شخص يجي ينشئ دلوقتي حساب جديد هيبقى عنده الأوبشن. كان في الأول بيبقى لازم الحساب يبقى عام and then أنت تغيره وتخليه خاص، لأ دلوقتي هيبقى عام، هيبقى هيديله الأوبشن إن هو يبقى عام يبقى خاص، وكمان هيديله شوية معلومات عن إيه ميزات إن أنت يبقى عندك حساب خاص لو أنت شخص أقل من 18 سنة. طيب ندى خليني بس أسأل، إحنا قاعد نتكلم عن الفئة العمرية اللي أنتوا تقسمونها من 13 سنة ل 17 سنة، ولا لأنه في أيضا أصغر من هذا العمر يستخدمون التطبيق بعلم أهاليهم أو بمساعدة من أخوانهم ومن غير علم الأب والأم؟ شوف، هي دي ليه جت ميزة الإبلاغ عن العمر أو البروفايلات اللي احنا ممكن نشك إن هي لحد أصغر. النهاردة أنا لو شفت بروفايل أنا شايفة إن الحساب ده لحد أقل من 13 سنة والحساب عام ومش يعني مش مفروض إن هو يبقى متواجد على إنستغرام، ساعتها أنا أقدر أبلغ عنه وحيتشال الحساب لو هو عام ولو هو بدون علم الأهل. طب بالنسبة للأهل ندى، كيف ممكن هم الأهالي يفعلوا هذه الخاصية؟ لأنه يمكن نفس الطفل ما يبغى يفعل هذه الخاصية، فكيف ممكن الأهل؟ طبعا أنا مبسوطة جدا أنك سألتي السؤال ده، وأنا نفسي كأم بالذات دلوقتي شايفة الجيل اللي بيكبر النهاردة متطور أكتر بكتير مننا في حتة، يمكن مش بس الشباب كمان الأطفال عارفين كويس إيه التطبيقات وإزاي يشتغلوا على التكنولوجيا. عشان كده إحنا اشتغلنا على دليل اسمه دليل الآباء أو Parents Guide، وتقدروا تخشوا عليه من instagram.blog.com. ساعتها إحنا اشتغلنا على مع نسبة كبيرة جدا من خبراء السيفتي أو خبراء الأمان في العالم عشان نطور دليل يقدر كل أب وكل أم يستخدموه، مش بس عشان يفهموا أكتر على أدوات إنستغرام، لا كمان إزاي يعملوا محادثة ما بينهم وما بين أبنائهم، يبقى في باب دايما مفتوح إن هم يفهموهم إيه اللي بيحصل، إيه الغلط، إيه الكويس، إيه الوحش، إزاي يقدروا يستخدموا المنصة بأمان ويرجعوهم يعني يواجهوهم لحتى البوزيتيف في استخدام السوشيال ميديا، اللي هي إن إحنا نواكب صحابنا ونفولو قرايبنا بالذات لو إحنا عايشين في بلد بعيدة، وكمان لاكتشاف المواهب بالذات من فئة الشباب. طيب هذا يعني طبعا أكيد أنه عارفين أنه الصغار في العمر دائما ما يتجهون إلى متابعة المشاهير على السوشيال ميديا، الفنانين إلى آخره، كيف يعني أيضا ميزت ما بينها وما بين من يترصد لابتزازهم إلكترونيا؟ طبعا أنا النهاردة لو أنا مثلا بفولو شخص أنا مشهور أو براند حتى أنا بحبها، دي ما فيهاش مشكلة خالص. الفكرة إن إحنا لما ركزنا في التطوير الأخير بتاعنا، ركزنا إن لما يحصل محادثة أو أبروتش من شخص أكبر مني أنا مش عارفاه يجيلي ويبتدي يتكلم معايا على بالذات المحادثات الخاصة أو اللي هي دايركت مسجز، فدي ليه الخاصية دي كانت مهمة، بسبب إن إحنا كنا عايزين نمنع أي سواء مش بس ابتزاز لكن أي محادثة ممكن تخليني أنا مش مبسوط ومش مرتاح، فدي منعناها خالص، ودي هتشيل جزء كبير جدا من البراشر في الحتة دي. طبعا حاجة تانية إن إحنا في أدوات كتيرة جدا عندنا من فترة، وهي أدوات الأنتي بولينج والأنتي هراسمنت عشان تمنع التنمر. النهاردة عندي ميزة مثلا أنا أقدر أدخل كلمات معينة مش عايزة أشوفها عندي على الكومنتس، في مثلا أقدر أعمل بلوك أو ريستريكت لشخص معين، حظر لشخص معين أنا عارفة إن هو دايما بيجي على الحساب بتاعي وبيعمل كومنت خفيفة أو بيعمل أو بيضايقني عامة من ضمن الدايركت مسجز، فأقدر إن أنا أمنع التفاعلات دي. من دبي ندى عنان، رئيسة الشؤون الإعلامية في إنستغرام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك. ولسه شباب ومدمنين إنستغرام يا ندى. بطريقة فريدة لتقديم أشكال وألوان قوالب الحلوى، قدم أحد 1000 الرسامين الفنزويليين المقيمين في العاصمة الفرنسية طريقة جديدة لصنع الحلوى، وذلك برسم شخصيات عالم ديزني عليها. كيف ذلك؟ نشاهد المزيد مع تقرير الزميل ليث بزاري، نتابع. يا
يبدو هذا مشغلاً لتعلم فن الرسم، لكنه في الواقع ورشة عمل تقام مرتين شهرياً لصانعي الحلوى المحترفين، يرأسها خافيير الفنزويلي الذي يقيم في العاصمة الفرنسية منذ سنوات، إذ ابتكر طريقة فريدة للرسم على قوالب الحلوى لم يعتد الأوروبيون مشاهدتها من قبل، لكن الأمر شائع في بلد خافيير الأم أي فنزويلا، فمعظم سكان أمريكا اللاتينية يحبون رسم شخصياتهم المفضلة على قوالب حلواهم، على الأقل الأطفال منهم. واليوم تتعلم الفتيات هذه رسم شخصيات عالم ديزني على قوالب الحلوى التي يصنع فريق الطهاة الذين يعملون في المطبخ معه. في أغلب الأحيان نعمل على تصميم رسوم على قوالب حلوى كبيرة، هذا يتطلب الكثير من الوقت، على الأقل 3 أيام لتصميم قالب حلوى واحد. جربت الرسم بكثير من الألوان الصناعية ولم أكن راضياً على النتيجة، فقررت هذا العام أن أبتكر ألواني الخاصة بي التي يمكن تناولها، فهي نباتية 100%. لاحظ خافيير أنه منذ انتشار وباء كورونا الكثير من الفرنسيين أحبوا تغيير عملهم لممارسة حرف أخرى. نجد في هذه الورشة ممرضات ومحاسبات وبائعات، وكذلك صانعات حلوى محترفات كأموندين التي أرادت تعلم فن رسم شخصيات أفلام الكرتون وديزني على قوالب الحلوى المختلفة. أنا هنا لتعلم تقنيات صناعة حلوى جديدة، هذه هي المرة الثانية التي أشارك في هذه الورشة. خبرة خافيير في عالم الفن وتصميم قوالب الحلوى بأشكالها وألوانها المختلفة دفعته إلى إقامة ورشات عمل تناسب جميع المستويات من مبتدئين شباب ومحترفين، إذ شارك أكثر من 3000 طالب من 30 دولة لتعلم هذه التقنية الفريدة في صناعة الحلوى. ليث بزاري، العربية، باريس. شوفي أنا أتراهن، طالما هو ماسك هبيده هذا اللي تفرد العجين معناته ما سوى ولا شيء ولا راح يسوي ولا شيء ليث بزاري. طيب ينضم إلينا ليث بزاري مراسل العربية. صباح الخير. يما منك يا عادل، يما منك يا عادل. قول لي سويت شيء؟ ما سويت شيء. تعلمت تعمل حلوى؟ ما والله ما سويت شيء، حملت معي بس العجينة اللي بسووا فيها وبس. زين ليث، أنا لفتني من خلال التقرير، هو خافيير تحدث عن أصباغ أو ألوان هو عملها وتكون نباتية أو طبيعية، هل اكتشفت سرها؟ شنو المواد اللي يستخدمها؟ نعم هو نعم عادل. صباح الخير رشا، صباح الخير لكم وصباح الخير لجميع المستمعين في هذا الصباح الجديد والمشمس في باريس نسبيا والمشاهدين. نعم نعم عادل، المواد اللي بستخدمها هو مواد بعد شوي رح نحكي عنها موجودة معي هون، بس قبل شوي قبل بدنا نعرف بس بخافيير، يعني هالشخص أنا غريب أول مرة بكتشف إنه في شخص بيشتغل في هالمهنة بعرف بنفسه كيك ديزاينر. يعني بدأت الفكرة عند هالشخص، عند خافيير هذا الفنزويلي، عند ولادة أول أبنائه قبل 10 سنوات وأحبه يعني هذا الأب أن يصنع قالب حلوى مختلف لابنه عن بقية اللي بنشوفه في الأسواق. وفي بلد فنزويلا طبعا مشهورين بهديك البلد بهديك المنطقة من الكرة الأرضية بصناعة قوالب حلوى كبيرة ومزينة وبأشكال فريدة، وهون في فرنسا طبعا راحت هاي الموضة، يعني قوالب الحلوى الضخمة توقفت، بطلوا يعملوها مثل أي مثل زمان. يمكن هلأ على زمن خافيير رح ترجع من أول وجديد. وبما أنه عمل في مجال فن الرسم واللوحات والديكورات، قرر هذا الشيف الذكي برأيي أن يكرس ما تعلم في قوالب حلوى وتطبيق فن الرسم على تلك القوالب، خصوصا إنها مرته أو زوجته تعمل في المطبخ والحلويات، يعني هي كانت تصنع الحلوى وهو يرسم عليها لوحات مثل ما شفنا، لوحات مذهلة، مش شغلة سهلة أبدا. مونتاج قالب حلوى تخيلوا كهذا اللي شفناه بالتقرير ممكن يكون
يحتاج لثلاث أيام بين إعداد ومونتاج وتزيين، يعني ثلاث خطوات مختلفة. وأحيانا يعني في زبائن بيطلبوا بتكون وجوههم مرسومة على شكل لوحات على قوالب الحلوى لمناسبة ما، وهذا طبعا يتطلب أكثر بكثير من الوقت. عفوا رشا ما سمعت السؤال. كنت بقول لك يا ليث إنه هافير باين إنه كأنه هو رسام محترف وليس بس صانع حلوى، لأنه نفس الدقة في رسوم الوجوه عالية جدا، يعني كأنه رسم ورق. طبعا بالضبط بالضبط، وهذا كتير باخذ منه وقت، يعني هذا كتير باخذ منه وقت، وهو هذا اللي كان يمارسه اصلا قبل ما يكون صانع حلوى او يمارس هذه المهنه الغريبه الى حد ما. بنرجع لسؤالك يا عادل، يعني المواد اللي بيستخدمها هي مبدئيا تعتمد على هاي الاشياء فقط لا غير، وهي عباره عن سكر مصبوغ اللي يستخدم لعمل تلك القوالب. يعني هذا اللون مثلا طالع ازرق، بعرف اذا مبين عندكم ولا لا، ازرق فاتح، وهذا احمر، وفي الوان مختلفه. وغير هيك شو عمل هذا الشيف؟ راح عمل ماركته الخاصه له للالوان، قال الالوان الموجوده بالاسواق، وين بدي احطها؟ هون خلاص هون هون بتزبط. الالوان الموجوده بالاسواق غير، يعني هي صناعيه، وهي الالوان اللي بيعملها هو عباره عن الوان ماخوذه من نباتات، من نباتات يعني تستخدم وتؤكل. وعمل هاي الماكه، بعرفش اذا مبين صورته، مش رح نعمل له دعايه اكيد، بس حاطط صورته على على هذا اللون او الذي يستخدم. عليه طلب يا ليث صح؟ نعم. فهذا طبعا الالوان النباتيه هي مستخدمه، وقبل يعني اقل من سنه اسس علامته التجاريه الخاصه به لصنع الالوان الطبيعيه التي يمكن تناولها، واغلبها من مشتقات نباتيه. واكثر قوالب الحلوى التي يطلب الاباء والابناء على الاقل في فرنسا بتعرفوا شو؟ ملكة الثلج، سبايدر مان، وشخصيات ميكي ماوس الشهيرة طبعا. هاي أكثر الأشياء. وطبعا لما إجا كوفيد أو كورونا استطاع هذا الشاب أن يتأقلم، الشاب الفنزويلي طبعا، وكرس قدراته الفنية للتدريب والتعليم هواة ومحترفي فن الطبخ. وطبعا خصوصا انه طلبات الزبائن واعياد الميلاد والمناسبات في زمن كورونا توقفت، ويعني وهذا كثير اثر عليه. طبعا احنا هاي الدوره شفناها، هي بتبدا الساعه 7 الصبح بتنتهي الساعه 6 مساء، 380 يورو بتكلف. اوكي باهظه الثمن او السعر، بس انه هذا الشيء يعني الشخص بيطلع من هون اكيد بيكون متدرب 100% على صناعة هذه القوالب أو هذه الرسومات على تلك القوالب. حلو جميل. بنشوف احنا كمان غير الكيك أو الكعكات حتى في الكوكيز، هل الدقة هي نفسها؟ طبعا أكيد الكيك يأخذ وقت أكثر. قال لك هافير شيء؟ طبعا. بالنسبة لي سألته عن سؤال كتير وجيه رشا، سألته كتير عن الكوكيز والماكارون اللي بنشوفهم عادة، قال لي هذه سهلة كتير، لأن هاي بس طبعة توضع بس على وجه الماكارون بس أو الكوكيز. قال لي إحنا مهنتنا غير، إحنا بنرسم رسم، لأنه هي عدة مثل ما حكينا قبل شوي، هي عدة طرق، يعني القالب أول شيء الرسمة، بعدين القالب، بعدين تصميم القالب على الديزاين المعين للحلوى، وبعدين بنتهي العمل بالتزيين النهائي، يعني تلوين هذه اللوحة. هاي الأربع خطوات اللي بتصير عادة لتصميم هذا القالب. طبعا غير إحنا حكينا على ساعات العمل 380 يورو لساعات التدريب أو الشغل، ولكن سعر القالب يتراوح على حسب حجمه وحسب الأشياء الموجودة عليه، حسب إذا عاد حابب يحط صورته مثلا على أنا ما أحب أشوف نفسي وهي، لأنه عادل بهمنا كثير وشخصية مهمة. ليث بزاري بالتأكيد يعني أرجو أن ما تلخبط بين ماكارون وماكارون، لأنه راح تورطنا سياسيا، فأثنينهم ما ينوكلون، يعني مش نفس الشيء، واحد ينوكل وواحد ما ينوكل. طيب شكرا جزيلا لليث بزاري مراسل العربية من باريس، ونتابعك إن شاء الله المرة القادمة. أهلا بكم مشاهدينا في أخبار بلا سياسة. بدأت الشرطة النرويجية باستجواب رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بشأن حفلة عيد ميلاد
أقامتها الشهر الماضي، ما قد يؤدي إلى غرامة قدرها 1165 دولارا لخرقها قواعد التباعد الاجتماعي، فيما اعتذرت رئيسة الوزراء عن احتفالها بعيد ميلادها 60 مع 13 من أفراد أسرتها في منتجع جبلي، على الرغم من الحظر الحكومي للمناسبات التي يحضرها أكثر من 10 أشخاص. وقام الأمير ويليام وزوجته كيت بزيارة مركز تطعيم كورونا يقع داخل كنيسة وستمنستر بلندن، حيث أقيم حفل زفافهما الملكي منذ ما يقرب من 10 سنوات. جاءت هذه الزيارة للاحتفال بالذكرى السنوية للإغلاق الأول في البلاد، ويقدم مركز التطعيم ما يصل إلى 800 لقاح يومياً. أظهرت شهادة زواج دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري أن مزاعم الأخيرين بأنهما تزوجا سراً كانت كاذبة. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف مكتب السجل العام عن شهادة زفاف الزوجين لأول مرة، ما يثبت أنهما تزوجا في 19 من مايو 2018 في حفل فخم في قلعة وينسور، وليس قبلها بثلاثة أيام كما زعمت ماركل. بيعت لوحة لبانكسي باللونين الأبيض والأسود تظهر صبياً صغيراً يلعب مع ممرضة باعتبارها بطلاً خارقاً، بينما يرقد الأبطال الخارقون التقليديون باتمان وسبايدر مان في سلة المهملات. اللوحة بيعت بأكثر من 20 مليون دولار، مسجلة رقماً قياسياً في مزاد لفنان الشارع البريطاني الغامض. وفي مزاد آخر، بيعت أكبر لوحة على القماش في العالم بمبلغ 62 مليون دولار في دبي، لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة تباع في مزاد لفنان على قيد الحياة. اللوحة اسمها رحلة الإنسانية، وهي من أعمال الرسام البريطاني ساشا جيفري، ومسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة مرسومة على القماش في العالم. سارع الجزائريون إلى جبال الشريعة في ولاية البليدة الجبلية للاستمتاع بالثلج الذي جاء متأخراً هذا العام. تشتهر جبال البليدة بمنتجع التزلج، وهي موطن لغابات شاسعة من أشجار الأرز التي يعود تاريخها إلى قرون. ورغم أن العديد من الأنشطة كالتزلج والتلفريك غير متاحة الآن بسبب قيود كورونا، إلا أن الكثيرين استمتعوا بوقتهم على الثلوج. فاصل مشاهدينا، ثم نعود لنستكمل ما تبقى من صباح العربية. حياكم الله. هي ربطت العديد من الدراسات طبعاً، وهناك فوائد لليوغا بتحسين النوم والمساعدة على الاسترخاء والتخلص من الأرق. فما هي أبرز هذه التمارين وكيف يمكن ممارستها، والأهم متى؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو مدربة اليوغا أولغا. صباح الخير يوغا. طبعا قبل ما نشوف التمارين هذه اللي حتورينا عليها كمان شوية، نبغى نعرف هل فعلا تساعد على النوم؟ رشا صباح الخير أولغا، أنت قلتي صباح الخير يوغا. لا قلت أولغا بس يمكن ما سمعته. طيب صباح الخير. أي أكيد يوغا بتساعد كتير لكل شيء، وتشيل ستريس، تشيل إكزايتي، تشيل ديبريشن، وأكيد كتير مهمة قبل النوم. فينا نتلاقي 5 دقايق مثلا قبل النوم، 5 دقايق مينيموم مينيموم، لأنه اليوم حياتي كتير صعبة، في كتير ستريس، هي جزء من الروتين يعني. أكيد لازم نعمل شوية ستريتشينج، شوية تنفس، ولازم نتبع حالنا أكيد. كيف يعني الآن خليني أقول، أنا عندي قبل النوم نص ساعة مثلا،
ماذا يمكنني، شو بدي أعمل حتى أنام نوم عميق ومسترخي؟ في تمارين؟ أكيد أكيد. هو إذا بتعمل أكثر بتكون أحسن. كم ساعة؟ بس بعدين ما تصحى بعدين للبرنامج. ما عندي مشكلة. ساعة. خليكم تمرين بس مش كده. ساعة يعني ولا ولا أقل تمارين؟ إذا ساعة بتصير بتجنن. بتجنن. أنا أحب أكون أجنن. اليوم رح فرجيكم 5 minutes workout. يلا خلينا نشوف. تفضلي. So أول شغلة بنقعد على الرواء، بركي منسكر عيوننا، bringing the palms in the heart center، ومنعمل شوية تنفس، منركز حالنا، منركز على الديا. And then you can open your knees. نحط long inhale. And on the long exhale. زفير وتمدد اليدين إلى الأمام. فينا نستعمل blocks. منحط إيدينا قدام ومنعمل stretching. بكل حركة نعمل مينيموم 3-5 تنفس طويل. يعني ناخذ النفس ونرجع. اكيد. زفير شهيق وزفير صح طويل حلو. رح نستعمل اليوم كثير البلوكس لانه بتساعدوا لكل ليفل تبع يوجيز. بنحط اور البوز الكوع لقدام. ركت ترجمين. انت اللي بدأت. ننزل راسنا لتحت. نعم. طيب ناخذ نفس اكيد اكيد. في عد معين يعني مدة النفس؟ لا حسب بدكم تشوفوا حالكم. اوكي. نفس طويل وهمي. حلو. فينا نستعمل الستراب as well. مطاطي ولا عادي؟ اي ستراب؟ ستراب لليوغا يا ما فينا ناخد مثلا زنار اذا عندكم بالبيت. عندي. متشد فيه. لونج انهيل اكسهيل. شهيق وزفير. وبدل بتشدهم من ميلي لميلي. كم التكرار يكون؟ 3-4. Next one, again, long inhale. ومنبرم لورا. بتطلع ورانا. تبان سهلة بس يمكن لما تيجي تسويها. بس هذه لازم إنه نمهد إنه عضلات تكون استرتش. إيه أكيد. فينا نستعمل بلوك كمان إذا مش قادرين. يلف الجسم. إذن هو يبقى الخصر. ومن هير position on the side. كم التكرار يكون أولغا؟ يعني هذا التمرين مرة ينعمل ولا نكررها؟ لا لازم نعمل كل يوم أكيد. لا أقصد في 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 يعني في السيشن الواحدة نعمل كذا مرة؟ كل الحركة نعمل holding للمولدية مثلاً. 3-4 تنفس in and out. حلو. يعني الحركة هذه بس مرة 2-3-4 مرات تاخذين نفس على ما انه جسمك يرخى العضلات. صح. حلو. فهمت انا. راح فرجيكم بعد ال فرجين. كاتن كاو كمان تنفس. نطلع لفوق. نعمل ستريتش للجسم كله. كمان 3-4. ومنرجع عزت البوزيشن. بعدين بناخد الايد ومنهود from under the opposite hand.
من دال بهيدا البوزيشن كمان ما ولدية ما ولي أكتر. وأكيد تنفس الكتير مهم. حلو. أولغا عم تصعبينها علينا أولغا. هذه آخر حركة جدا صعبة. فينا نستعمل كمان البلوك مثلا. ممكن مخدة ولا لا نحطها؟ لا نحطنا متعد. عم نعمل ستريتش للظهر. طب ان شاء الله يعني الناس تنام. شكرا جزيلا أولغا خلص وقتنا. وان شاء الله نتمنى لكم نوما هانئا وسعيدا. ناموا. يا شكرا. إلى اللقاء نلقاكم. شكرا باكر. في أمان الكريم. وين كاميرتك يا أيبا؟ في أمان الكريم. كلها نتلقى.